bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. اليوم غادي نديروا هذا البوندو ان شاء الله. ولكن قبل كل شيء كنتمنى تلقاكم هذا الفيديو ديالي يعني بخير وعلى خير وسنة سعيدة. السنة القادمة ان شاء الله تكون تدخل سعيدة عليكم بالصحة والسلامة. المهم غنديروا هذا الفيديو هذا غادي نديروه بالكروشي التونسي وهو كيبان بحال خدمة ديال التريكو بحال خادمينو بالقطبان ولكن هو في الحقيقة مخدوم بالكروشي. انا غادي نخدم اليوم بهذا الكروشي. قدروا على حسب الصفة ديالكم تختاروا الكروشي اللي بغيتو. انا غنخدم بهذا الكروشي خمسة كروشي عادي واخا هو الخدمة ديال الكروشي التونسي. هو عندي هذا الكروشي التونسي ها شوف كيف داير راه بحال القطبان ديال التريكو ولكن في الراس عنده داك الصنارة ديال الكروشي شوف في الجنب عنده محبوس كتحبس لان كدير العيون فوق بحال القطيب شتي هو راه كبير بالنسبة للكروشي العادي. لان انا ما غاديش نستعمله لان غادي نديرو غير بوندو غندير فيه غير 16 رعين ولا غرزة ماشي بزاف دونك غادي نستعمل غير الكروشي العادي. انا غادي نستعمل هاد الصوفة الزرقاء عندنا اللي كتباع في المغرب سميتها رينبو بيبي مزيانة رطبة بالنسبة موجودة كاينة في المغرب. اذا باش غادي نبداو غنستعملو الكروشي العادي غادي نبداو غادي ندير عقدة البداية وغندير 16 سلسلة. انا بالنسبة ليا بغيت هذاك هو العرض اللي بغيت باش البوندو اللي كيجي فوق الودنين هذاك هو العرض اللي بغيت غندير 16 سلسلة. نتوما لكم الاختيار ديروا شحال ما بغيتوا غير غادي تلتزموا بهذاك العدد غتبقاو ديما تراقبوا بانكم ما زدتوا ما نقصتوا. شنا اذا منين غندير غادي نخلي العين الاولى وغادي نجي هذيك اللي فوق الكروشي غنحسبوها هذيك العين اللي فوق عندي فوق الكروشي كتحسب اذا ولكن غنقص العين الاولى غنمشي للثانيه غنخشي الكروشي ونجبد العين غنخشي الكروشي ونجبد الخيط ونخليه فوق الكروشي غنبقى كل وحده كندير لها بحال هكاك شفتوا كنخشي كنجبد الخيط وكنخليه في الكروشي كتبقى عين في الكروشي عندي ما كطيحهاش ما تهبرش. اذا حتى نكمل هذيك السلسله كامله داك 16 سلسله وخصني تكون عندي فوق الكروشي 16 سلسله غنكملو بحال هكا حتى الاخير كل سلسله كنخشي فيها الكروشي ونجبد عين ونخليها فوق الكروشي. الا كانوا بزاف ملي استعملتي هذا الكروشي وكانوا عندك بزاف د العيون رد البال باش ما يطيحولكش من الجهه الاخرى ودائما حسبوا. دابا انا عندي 16 عين انا كملت هاد 16 عين الاولى اذا باش نبدا السطر الثاني غنلوي الخيط ونطيح وحده نهبط وحده عين وحده. دابا عاوتاني غنثني الخيط ونطيح جوج نعاود نثني الخيط ونهبط جوج نثني الخيط ونخرج جوج كنبقاو نثنيو الخيط ونخرج جوج الا الاولى الاولى كناخذوا الخيط ونهبطوا غير وحده وكنبقاو دائما كنهبطوا جوج بجوج كتلوي الخيط وتهبطي جوج. هذه الغرزه الاساسيه ديال الكروشي التونسي سهله جدا جدا. نكمل هكا حتى كتبقى عندي عين وحده في الكروشي كيبقى غرزه واحده. كيفاش كيبان غنقرب باش يبان لكم مزيان. شفتوا هذوك الخيوط اللي هابطين مستقيمين من الفوق عمودين هذوك الاعمده خيوط بحال الاعمده اللي هابطين عاده راه فيهم كندخلوا الكروشي شتي التونسي الغرزه التونسيه الاساسيه هكا كتخشي تما وتلوي الخيط ولكن دابا لا ما غنديروش باش يبان لينا باش تجينا ديك الغرزه اللي بحال التريكو
غادي تسخروا الخيوط في شويه، هانتوما لاحظوا غنسخروا وغيبانوا لكم جوج ثقب. وغادي نخشي انا الكروشيه ماشي في الاولى، في الثانيه اللي حدا داك الخيط العمودي، حدا هذيك الخيط، هذيك هي تما فين غنخشي ونجبد الخيط. شفتوا نعاودو عاوتاني، يلا الاولى راه ما تنخدموش فيها، كنجي لداك الثانيه الغرزه الثانيه وكان شي هذاك الخيط العمودي كيبان بحال تم حدا الخيط العمودي، كاين واحد الثقب صغير تما فين كنخشي الكروشيه، مني كتحلي كيبانوا لك ها جوج الثقب هذا والثقب اللي حدا، اذا اللي على اليمين لا واللي على اليسار هو اللي كنخشي فيه الكروشيه ديالي. ولا داك لا اللي حدا هذاك ما كنخشيش فيه، وهذاك اللي حدا الخيط اللي قريب للخيط هو اللي كنخشي، وكنجبد الخيط وكنخلي الغرزه فوق الكروشيه، كنمشي هكا مع السطر كامل، كنمشي مع السطر كامل هكاك بنفس الطريقه، وكنخلي العيون حتى كنوصل لاخر، وكنحسب العيون ديالي. خصك يكون عندك هذاك العدد باش بديت دائما، والا غتكون نسيتي شي وحده في الطريق ولا تكوني انا هكا مازال حتى الاخير. ملي كنخشي وكنجبد الخيط كنحسبو دائما، نراقبو عدد العيون. دابا انا عندي 15 في الغرزه الاخيره، كتلوي العمل ديالك، وفي الجنب كيبانوا لك جوج الخيوط هادوك، تحت هادوك جوج الخيوط غتخشي، شفتي تحت دوك جوج الخيوط كنخشي وكنلوي الخيط، كنجيب غرزه فوالا، كتجيبو داك العين الاخرى، اذا كيولي عندي كما بديت 16 عين، عندي 16. اذا غنمشيو للدور الثاني، شنو كندير؟ كنلوي الخيط وكنطيح الاولى غير وحده، كنعاود نثني الخيط ونطيح جوج، نهبط جوج، نلوي الخيط نهبط جوج، نلوي الخيط نهبط جوج، الا الاولى اللي كنطيحو وحده كنهبط وحده، ما هي كل سطر كامل كنهبط، نهبط وحده ونبقى غاده نهبط جوج، نلوي الخيط نهبط جوج، نلوي الخيط نهبط جوج، حتى كتبقى عندي غرزه واحده فوق الكروشيه. فوالا هكا كتبقى عندنا غير وحده، شفتوا لتحت كبدا كيبان، بدا كيبان العمل ديالنا. اذا غنعاود السطر كيما السطر اللي درناه، ها هو مره اخرى، شفتوا فين كنخشي الكروشيه، كنحلو فيه شويه، كندفعو داك الخيط وكتخشيو، كتبان لكم هذيك الحفره خشيو فيها الكروشيه تما ودوزي الخيط. لاحظ معي هذا شكل ثاني ديال الكروشي، جربوه زوين. اذا ها هي عندي نفس الطريقه غادي نكملوا بها اللي شفنا من قبل حتى لاخر السطر، خليكم معايا حتى الاخر اخر السطر. مني كتبقى لنا غرزه واحده كتلويو، تدور تدوري العمل ديالك شويه باش كيبان لك اخر غرزه، وتحت من هادوك جوج الخيوط ديالها كتخشي الكروشي، تدخل الكروشي تخرجي غرزه. فوالا، ودائما راقبوا العدد، انا كان راقبوا العدد باش ما تزيدوش باش ما تنساوش. اذا السطر اللي موالي غادي نلوي الخيط ونطيح وحده، ومن بعد نلوي الخيط ونهبط جوج، ونلوي الخيط ونهبط جوج، ونلوي الخيط ونهبط جوج، كنبقى غاده هكا حتى الاخر وتبقى لي غير وحده. هذه فاش كنكون راجعه في الغرزه الاولى اللي كنطيحو غير وحده، الاخرين كنهبطهم جوج بجوج. شفتوا ها هو كيبان بحال عمل التريكو،
اذا عاوتاني غنعاود معاكم سطر اخر نبداو معاكم. وعاوتاني هاد الاولى ما كنخدموهاش، ما كنلبسوهاش، شفتوها الغرزه الاولى هذيك ما كنلبسوهاش، كنمشيو لهذيك الثانيه تما فين كنبداو، من فين كنبداو. كتحلي شي شويه بعيني بيدك من بعد راه غادي تولي عندك عاديه، انت تعرفي بلا ما تجري الخيط، كتبداي تجي حدا داك الخيط اقرب ثقب حدا الخيط كتشي فيه الكروشيه. الا ما بان لكمش دفعوا الخيط شي شويه بيدكم وغايبه لكم، شفتوها؟ هو كي الخدمه كتشبه الخدمه ديال التريكو ولكن هي مصوبه بالكروشيه وتطلع بالزربه. دابا انا كملت الدوره، كتدوروا على راسكم وتغطيو ودنيكم وتجمعوا اللور. اذا دابا غادي نخيطه، اذا اولا انا قطعوا الخيط، قطعوه شويه طويل باش نخيطه، خليه على حسب الخياطه. هذا عنده الظهر، ندير الخيط في الابره. دابا عندنا الظهر والوجه، كنشد الظهر هو اللي يكون هكايا، شفتوا كيفاش دايره الظهر برا عندي وكتني على جوج، راني انا درتها في واحد الفيديو اخر عندي كيفاش كنصاوبوا هذه نفس الطريقه، كتني وكتخشيهم في هكا في بعض بحال هذا. حتى هذا راني درتو، حتى هذا كروشي تونسي، هذيك بالغرزه الاساس، غرزه الاساس هو سهلين دغيا كيتصاوبيهم وكيسخنوا. اللي ما كتبغيش دير البوني، ما كتبغيش دير الطاقيه، هادو زوينين تيسخنوا الودنين نتوما تيسخنوا الراس. اذا غادي تجي وغادي تقيطوا نتوما كيف ما كتعرفوا، غير المهم غدوزو على الاربعه ديك الجوانب بربعه، ما تخليو حتى شي واحد باش تشد، باش تجيكم داك عقده الوسط تجي مزيانه. اذا غادي نخيطوا، غنخيط انا هكا، كتمشي من عين، تجمعوا العيون ديال الاربعه الجهات وتمشيو تعاودوا ترجعوا باش تصحوا الخياطه ديالكم، وان شاء الله كملوا الخياطه ونطلقوا. صافي انا ها هو كملته وقطعت داك الخيوط، ما بقى كيبان والو. صافي كتخليوا العمل ديالكم نظيف، وها هي كتجي داك العقده كيجي هكايا في الوسط ديالو، كيجي في الامام ديالو زوين، شفتوها؟ كيبان بحال مخدوم بالقضبان. الفرق ما بين القضبان والكروشي ان بالكروشي دغيا كيطلع، بالقضبان كيطلب شويه وقت، اما بالكروشي بالزربه. الى عجبتكم الفيديو، دابا حنا وصلنا للنهايه، والى عجبتكم الفيديو اللي ما مشترك في القناه مرحبا به، اشترك معنا وفعلوا الجرس.